جدا جدا بهذه البطوله على المستوى العالمي مش المستوى الافريقي فقط. خليني اخد عن طريق سكايب طبعا المدير الفني الكبير مستر باولو توريس، نجم البرتغال ومنتخب ومدرب منتخب غينيا بيساو الاسبق، واللي احنا هنلعبهم يوم السبت القادم. فارحب بيه في البدايه مستر باولو، اهلا بيك، منورنا ومشرفنا في شاشه قناه النادي الاهلي. مستر باولو لو سمعني برحب بيك في البداية ومنورنا على شاشة قناة الأهلي. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في هذا اللقاء. أهلا بيك. طيب في البداية أكيد يعني المتابعة مكثفة لبطولة الأمم الأفريقية، بطولة غاية في الأهمية بالنسبة لكل المنتخبات، فعايز أخذ تقييمك، كيف تقيم المستوى الفني في البطولة حتى الآن بعد تقريبا ما انتهى الدور الأول من هذه البطولة يعني في رأيك؟ بعد حتى الآن بعد الفرق لم تقدم ما هو منتظر منها، ونعتبر في بداية البطولة، ومن الصعب أن نقيم الفرق أو نقيم البطولة لأننا نعتبر في المراحل الأولى منها، ونحن في انتظار أن نشاهد المزيد في المراحل اللاحقة من البطولة، وهي واستطيع ان اقول ان هي انها منافسه كبيره من الفرق لانها فرق كلها في مستوى قوي. بالتالي هيكون في صعوبه بالنسبه لحضرتك انك ترشح منتخب للفوز بهذا اللقب، مش كده؟ في عادة هناك بعض الفرق التي تكون في المنافسة للفوز بالبطولة لأنها تبلي بلاء حسنا، فأستطيع أن أقول أن هناك بعض الفرق التي لديها المشكلات قد يكون ذلك يصعب ذلك من منافستها، ويجب أن نعرف أن هناك الكثير من العراقيل أمام بعض الفرق في المرحلة الأخيرة، ولكننا على أي حال نتابع وسوف نرى ما ستسفر عنه المراحل اللاحقة من البطولة. تمام. من هذه الفرق ربما تكون منتخب مصر، ربما تكون نيجيريا أو المغرب أيضا من الفرق التي سوف تكون في مراحل المنافسة النهائية. طيب ده أمر مهم جدا. بالتالي بعد هزيمة منتخبنا منتخب مصر بالأمس أمام المنتخب النيجيري وتعادل منتخب غينيا بيساو مع منتخب السودان في نفس المجموعة، وحضرتك كنت أكيد مدرب سابق لمنتخب غينيا بيساو، بالتالي عايز أخد رأي حضرتك في نقاط القوة والضعف أو أبرز نقاط القوة والضعف في فريق أو منتخب غينيا بيساو اللي ممكن المنتخب المصري يركز عليها في مباراة يوم السبت بإذن الله من وجهة نظرك. أنا كنت مدربا لغينيا بيساو، وربما كنت من أهم من عملوا بشكل فيه استمتاع وإتقان مع منتخب غينيا بيساو. في هذه الفترة كان منتخب غينيا بيساو كان منتخب جيدا، كان يتمتع باللعب الجماعي، فهو فريق متحد في الملعب، ربما لا يوجد هناك الكثير من اللاعبين المنفردين بمهارات او باوضاع
بمهارات معينة، ولكنهم يتمتعوا باللعب الجماعي وبالاتحاد داخل ساحة الملعب. وهم وكثير منهم يلعبون في الدرجة الأولى في الدوري البرتغالي، فهناك العديد منهم يلعبون في الدوري البرتغالي، فهو فريق متحد وقوي، وثمانية من هؤلاء اللاعبين كانوا يلعبون عندما كنت أتولي المسؤولية كمدرب لمنتخب غينيا بيساو. طيب في أقيمهم بناء على خبرتي ومعرفتي بهم أثناء تولي للمسؤولية تدريبهم ولمتابعتي لهم في الفترة الأخيرة أيضا. ولكن نستطيع أن نقول أن المنتخب المصري يعتبر منتخب قوي، وسوف يكون صعب جدا للمنتخب غيني بيساو المواجهة أمام المنتخب المصري. فهم يسعون هم يسعون الى يسعون دائما الى الفوز، ولكن هناك المستوى التقني والفني للاعبين ربما لا يساعدهم ان يكونوا في مستوى الفرق المنافسه على البطوله، خصوصا في هذا اللقاء الذي سوف يكون في السبت القادم. طيب منتخب مصر للأسف ظهر بأداء سيء في المباراة الأخيرة أمام نيجيريا أو في أول مبارياته في البطولة، إيه المطلوب من كروش ومن منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو، وإيه اللي خلى صلاح بعيد عن مستواه؟ هل توظيفه بشكل خاطئ ولا ليك وجهة نظر أخرى حضرتك؟ بكل صراحة أريد أن أقول أن كارلوس كيروش لدي ثقة كبيرة فيه، فهو مدرب محترف ومدرب كبير، وله دائما آراء كثيرا ما تكون خارج آراء السياق العام لمن حوله، ولكنه منظم، هو مدرب منظم ودائما ما يضع هدف صوب عينيه، وله دائما مهمة يسعى دائما لإنجازها، فهو في الحقيقة مدرب ذو فكر عميق وله آراء عادة ما يثبت صحتها في نهاية المطاف، وهناك وهو يعتبر من المدربين المهمين، واستطيع ان اقول ان في المباراة السابقة ان لم يكن موفقا، فاعتقد انه في المباريات القادمة قد يصل الى هدفه، وخصوصا انني لم اشاهد المباراة كاملة، ولكني استطيع اقول ان من الفترة المدة القليلة التي شاهدتها استطيع اقول انه أنا بشكر طبعا